هذه المدينة جزء من هويتنا مرتبط بالصيد، وبالتالي يعتمد على العديد من الصناعات مثل صناعة الشبك والتي اندثرت الآن. في هذا التقرير نتعرف على طبيعة هذه المهنة. بقالي 20 سنة الغاز ده بيجي مكان من جوه الاشتراك، اما يجي تقطع من الرعا فيه كده نشتغل فيه كده. في غاز التاني اللي انتوا بتقولوا عليه اللي هو اللي عاوزين اللي يتعمل بالايد دوت، يعني خلاص ما عادش زي الاول. يعني كان الناس قليلين يعني اللي كان بيعمل لهم الشبك دي كله دلوقتي 30 كيلو. انت بنروح نجيب غاز من الناس بتاع الغاز، تجيب 10 كيلو اسمها رابطه كده 10 كيلو، تجيب الطلب اللي انت عاوزه تيجي بتعمله على ايدك انت بقى، تقعد بعد يومين ثلاثه بتصلح. رغم انتشار هذه الصناعه الا ان ما زال احد صناعيها يحتفظ بها. ليه عشتنا بقت على كده؟ يوم فيه يومين فيه انت ورزقك بقى. كان معكم هند حمد الله، أنا الشهيد.